معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي السيد مازن التميمي. أستاذ مازن، بداية مرحبا بكم. إياد علاوي قال إن ما يثار حول بيع المناصب في الحكومة المؤقتة أمر معيب، يعني من وجهة نظرك على ماذا يدل استمرار الحكومة بنفس النهج، يعني هذا النهج، نهج تقاسم المناصب والمحاصصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أنا المشاهدين. العملية الأساسية هي أساسا ولدت على أساس المحاصصة وعلى أساس الطائفية، وبالتالي هذا المنهج ليس جديدا وإنما هو منهج ثابت ومنهج متفق عليه ومنهج إصرار عليه من قبل حكومة الاحتلال ومن قبل إيران ومن قبل الرموز العملية السياسية. فبالتالي ليس هناك بجديد إذا جاءت هذه الحكومة بنفس المحاصصة، لأنه مبدأ المحاصصة هو راسخ وعمود أساسي من أعمدة العملية السياسية. فبالتالي ما يجري الآن من تحرك من قبل علاوي، أولا هو علاوي جاء بقطار الصدر من خلال توجيه إيران عن طريق محمد كوتراني الذي فرض هذه الشخصية وتم الاتفاق عليه، وأحيانا قد يعلن الصدري أو غير السيارة الصدري على أنه عنده تحفظ متراجع عن كذا. هذه كلها الحقيقة ذر الرماد بالعيون، بالعكس هم متفقين عليه، ولكن ما يظهر للعلن عكس ما هو في الباطن. فبالتالي هذه العلاوي أو من يأتي مع علاوي في هذه التشكيلة الجديدة هو مرفوض شعبيا وللأسف ماذا الشديد. يعني أستاذ مازن أن يعني تستمر القوى السياسية بعدم تلبية مطالب المتظاهرين مع أن مطالبهم مشروعة؟ هم متظاهرون سلميون يطالبون بحقهم في الحياة ببلدهم العراق على النمط الذي يريدون، يعني العراقيون الآن ما عادوا يعني يطيقون رؤية ذات الوجوه مجددا، مع ذلك يعني هل يفسر ذلك أن القوى السياسية يعني لم تفهم ما يريد الشعب، أم أنها مصرة على عدم تلبية هذه المطالب؟ الاثنين معا، هي لن تفهم ما يريده الشارع، لا هي تفهم ما يريده الشارع، ولكن لديها إصرار على أن تجهض هذه الثورة وتتحدى مشارع الشارع وتتجاوز على إرادة وعزيمة هذا الشارع، ومارست كل الوسائل من أجل إجهاض هذه الثورة، سواء بالقتل وبالتهديد وبالخطف وبالتفجيرات، كل هذه الممارسات من أجل أن على أمل أن تضعف الثورة وتنتهي، لكنها ما نجحت. أيضا بنفس الوقت أنها لا يمكن أن تترك الحكومة إلى رغبة الشارع، فتريد أن تستمر بنفس الوجوه، وإذا كانت هناك وجوه جديدة فهي من هذا الوجوه، هذه الوجوه هي من نفس هذه الأحزاب، حتى وإن كان ما يروج أنه ما مرتبطين أو ما مشاركين سابقا بالحكم، كيف ما مشاركين؟ هم جزء من هذه المنظومة. فبالتالي الغباء اللي لدى الحكومات اللي متعاقبة أنه مدى يفهمون الشارع، مو مدى يفهمون الشارع الحقيقة، حتى صحح كلامي، هم يفهمون الشارع لكنهم هم عملاء للأجنبي، وعليهم أن ينفذون أجندة الأجنبي الذي يرفض أي تغيير وأي حالة وطنية بالعراق. طيب. فبالتالي أستاذ مازن، نعم، البعض يعني يتساءل يقول لماذا اختفت تظاهرة التفجيرات التي كانت تحصد أرواح الأبرياء من العراقيين، يعني مع أن الملف الأمني بيد الأحزاب أو بيد الميليشيات، يعني منذ انطلاق هذه الثورة إلى الآن أصبحت عمليات القتل باستهداف المتظاهرين بشكل مباشر في الرأس، لكن البعض يتساءل يقول يعني هل من خفايا وراء من كان يمسك بزمام الملف الأمني في العراق ويؤدي أو يودي بأرواح العشرات من العراقيين منذ عام 2003؟ نعم، هو من يقوم بهذه العمليات التفجير أو الاغتيال أو ما يسمونه بالطرف الثالث أو المجهولين، هم نفسهم زعماء العملية السياسية والدولة العميقة التي تقود العراق، التي متمثلة بالمال ومتمثلة بالصدر ومتمثلة بالأحزاب الأخرى المشاركة في العملية السياسية. كل ميليشيات تمارس القتل منذ أن تشكلت هذه الميليشيات ولغاية الآن، وتجسدت هذه العمليات بشكل واضح وأكثر بعد انطلاق ثورة تشرين، أرادوا لهذه الثورة أن تجرب، فمارسوا كل هذه العمليات التهديد من خلال التفجيرات، ويحاولون أحيانا أن يقولون هناك جهات مندسة وهناك ناس مجهولين هم من يقوم بهذا العمل. كيف الملف الأمني بيد الدولة، الميليشيات
ميليشيا لديها اكثر من 120 ميليشيا بالعراق، لديها السلاح ولديها المال، من يقوم بهذه العمليات غير هذه القوه وهذه السلطه؟ وهناك من يتستر على هذه الجرائم سواء من اجهزه الحكومه او من الحكومه نفسها. لانها الحكومه أستاذ مازن، يعني كما هو معلوم أن التيار الصدري هو مشارك في هذه الحكومة، يعني مع ذلك هو يتظاهر مع المتظاهرين ضد هذه الحكومة رغم مشاركته فيها، رغم كل هذه الأزمات والمصائب. يعني التيار الصدري يقر بوجود بيع لعمليات أو بيع لأحد عشر وزارة في 11 وزارة في حكومة محمد علاوي، يعني إلى أي مدى ترى أن ذلك يعني يسمى استهتارا بحقوق العراقيين ودماء العراقيين المراقة منذ 5 شهور؟ أولا التيار الصدري هو أخطر، الصدر هو أخطر على العراقيين وعلى الثورة كل رموز العملية السياسية، لأنه يحاول يتقمص أو يلبس الثوب الوطني أو يدعي الوطنية ويحاول أن يركب الموجة من أجل أن يشعر الشارع على أنه هو رافض ما يجري بالعراق، رافض الفساد، رافض حكومات الفساد، في حين هو لديه أكثر وزراء في هذه الحكومات ولديه أكثر أعضاء في البرلمان بالعملية السياسية. فبالتالي كيف ينسجم هذا الموقف أنه هو ضد الحكومة وضد الفساد ووزراءه فاسدون ونوابه فاسدون، وهو أيضا تحت عباءة إيران ويأتمر بأوامر إيران، هو من جاء بالاستعادة عبد المهدي، هو من وافق على قتله العبادي، وأيضا حتى أول انتخابات المالكي والثانية هو من كان التيار الصدري من يدفع أن يكون المالكي. فكيف الآن أصبح ورقة الصدر محروقة ومكتوفة، الآن إذا صار عدته بعد ما يقدر التيار، حتى كان متغرر مغررينهم من التيار الصدري الآن بدأوا يشعرون أنه الصدر له دور كبير في عملية تهديم العراق ذبح العراقيين ونهب ثرواتهم واقتماء بالحكم الايراني. فبالتالي الان الصدر اصبح ورقه محروقه، وكانت ايران تراهن عليه ولا تزال تراهن عليه على ان يجرى هذه الثوره باعتبار انه تاره يقول انا مع المتظاهرين، تاره ضد الحكومه، تاره ضد مرشح الحكومه، وهذه الاسطوانه المشروخه قد كشفها العراق. اظن ما يتعلق بالمناصب سيد الفاضل، ايش هو هذا بيع المناصب؟ يعني هسه الان في 2020 اكتشفوا انه عمليه راح تكون بيع مناصب. من اول ما تاسست حكومات الاحتلال كان المنصب من الوزير الى المدير العام بالبورصه، الوزير الدفاع الى تسعيره، وزير الماليه الى تسعيره، النفط الى تسعيره، وهناك وصلوا الى 6 وزاره من خلال شراء المنصب. وهذا ليس بجديدة، يعني هناك همة العملية السياسية فضح حقائب الوزارية التي تم شراءها في حكومة المالك وفي حكومة. من وجهة نظرك أستاذ مازن، يعني ما هي الخيارات الآن أمام الطبقة السياسية، الخيارات أمام الأحزاب مع إصرار المتظاهرين على رفضهم كل يوم لمحمد توفيق علاوي؟ الحكومة ليس لديها أي خيار إلا أن تستجيب لما يريده الشارع، هو إسقاط هذا النظام وتغيير العملية. وهناك مشروع حل شامل، مشروع للحل الشامل من خلال حكومة إنقاذ وطني ما يشاركون فيها كل دول الأحزاب. يجب حل هذه الميليشيات، يجب تسليم السلاح للدولة. الحكومة ما تفهم أنه الشارع طلع يريد إسقاط النظام، الشارع يريد وطنا، لأن الوطن مخطوف، العراق مخطوف من قبل إيران وعملاء إيران. فبالتالي الآن كل ما يجري من عملية ترقيع وتلميع مرفوضة شعبيا، وأصبح الشارع لن ولن يقبل أي عملية تجميل أو عملية ترقيع، وأي شخص بالعملية السياسية أصبح مرفوض سواء من هذا الحزب أو من هذا اللون. وبالتالي هذه الحالة تستمر مهما حاولوا أن يدفعوا بوجود جديدة. وأنا أكد لك أنه حكومة هذا علاوي وغير علاوي ستصبح بإرادة الشارع، والآن ما يفهمون نبض الشارع. الشارع أكثر من 1000 شهيد و35,000 جريح و7,000 معوق و3,500 معتقل. الآن هل يقبل الشارع بعد كل هذه التضحيات وكل هذا الثمن أن يستكين ويقبل أن يستمر الوضع يضحك عليه قبل هؤلاء حثالة المجتمع الذي جاء بهم الاحتلال ليحكم العراق؟ فبالتالي الحل الشامل هو إسقاط هذه العملية، والشارع صر على عملية التغيير. وهناك من يريد أن يحاول أن يلبس الثوب الوطني ويركب الموجة، لكنه كشفت كل الألاعيب ولا يمكن أن تمشي على الشارع العراقي وعلى الثورة العراقية. شكرا لك سيد مازن.
السيد مازن في خندق الثورة والثوار. أستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لك.